اسمك الثلاثي؟ حامد سعيد بن عوف. ايش مجال عملك في الشركة؟ صاحب الحل. ايش ردك في اتهام لك؟ انت لا تكبر الموضوع مليون. اوزونا بس ناقص الفلوس. اخر شيء توقعت ان هذا الكرتون حيغير حياتي. منتجنا الجديد هو هنبيع الحلم. بنتي انت مو جدك علي عشان واحدة من الشارع يا قليل الأصل؟ حامد ما ينفع كده عيب. والعمر مهتم جدا يدخل معكم شريك. ايش اللي في باله؟ مفروض تعرف اللي انا باك تعرفه وبس. والله البوس حقك شكله ناسي لما كنا نشتغل مع بعض في المحل عندي. احنا شركاء والمفروض القرارات هذه ناخذها سوا. هوا تمشي حريقة. احنا فيها عارف معنى الكلام هذا. ايش فيك انت كويس؟ تمام. انا ماني حرام، انا رجل اعمال.